صباح الفل مجددا. صباح الخير لجميع مشاهدينا. أخبار قاسية كانت. أخبار قاسية وهذا هو الواقع، وإحنا فعلا بنعكس الواقع وما يجري على الساحة الإخبارية، وربما يعني فقرتنا الحوارية الأولى ذات صلة في هذه الأخبار. وأكثر من مرة في الفترة الأخيرة بشكل خاص تحدثنا عن كل موضوع يعني قطع التمديد المالي أو الأموال التي هدف ربما الحفاظ على المستوى الصحي والمؤسسات الصحية في القدس في فلسطين بشكل عام. طبعا منصبح بالخير على سيد سهيل معاري. صباح الخير لك. أهلا بك. صباح الفل. حضرتك خبير في تجنيد الأموال ومتابعة المشاريع في مستشفى المقاصد. يعني الموضوع في شقين إذا بدنا نسميه، يعني بنحكي على في البداية يعني في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان من المفروض أن يمول 25 مليون دولار للمستشفيات الفلسطينية، وفي عهد ترامب تغير الأمر. راح نخوض في هذا الموضوع، لكن بالبداية وقبل الحديث عن وقف المساعدات هذه المالية، يعني حال المستشفيات الفلسطينية أولا نسألك، خلال رصدكم مستشفيات القدس ومستشفى المقاصد بشكل خاص. خليني أوضح بعض الأمور. أول شيء هناك ست مستشفيات فلسطينية في القدس، أكبرها طبعا هو مستشفى المقاصد، وبالتالي مستشفى أغوستا فيكتوريا اللي بالعربي المطلع. هذه المستشفيات كيف تدار؟ تدار من التحويلات من الصناديق المرضى من سكان القدس، يعني الإسرائيليين، صناديق المرضى الإسرائيلية، ومن التحويلات من 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 الضفة والقطاع على حساب وزارة الصحة الفلسطينية. هذه التحويلات تقدم شهريا لوزاره الصحه، وزاره الصحه تقوم بتغطيه جزء من مش كل الفواتير او يعني المستحقات للمستشفيات، فبالتالي هناك بتضل دائما في ديفيسيت، يعني بالانجليزي في نقص في الميزان في الدخل للمستشفيات. المستشفى المقاصد هو المستشفى التحويل الرئيس، فهو يستقبل تقريبا من غزه حوالي 8000 مريض معالج يدخلون المستشفى، ويستقبل حوالي 50,000 سنويا أو أقل شوي 45,000 من الضفة والقطاع على حساب السلطة اللي بيجوا على العيادات المختلفة. الحقيقة أنه في زمن أوباما كان يتم تحويل 25 مليون دولار تغطي الفواتير لوزارة الصحة، يعني الفلوس تأتي إلى وزارة الصحة موجهة لتغطية مصروفات المستشفيات الخمسي. المستشفيات الخمسي هن المقاصد، المطلع، سينت جوزيف، سينت جان، مستشفى بسمة، ومستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني. نعم. للولادة. نعم. المستشفيين الكبار هم اللي يعني بحصلوا على هذه الأموال أو المعونة، هي مش منحة، هي تغطية فواتير. نعم. مستحقات على الحكومة للمستشفى. هي المستشفى المقاصد ومستشفى إذا هي تغطية فواتير، للتوضيح تغطية فواتير يعني هذا تحويلات بيقول هذا بيقول أنه كان في إشي في السابق لسداد هذه الأموال أو هاي الفلوس، فوين إحنا واقفين بالضبط لنوضح للمشاهد؟ طبعا إحنا عندنا حوالي هلأ للمطلع وللمقاصد حوالي 250 مليون شيكل. لكل المستشفيات في حوالي 80 مليون دولار، يعني حوالي 300 وشوي مليون شيكل على الحكومة. التحويلات لازم يجب ان توزع على المستشفيات. هذه بين قوسين هذه مينوس، هذه يعني نقص. اوكي، هلا كان دائما في اول شهر واحد يتم تحويل 25 مليون دولار للحكومة الفلسطينية لوزارة الصحة، ويتم تحويلها إلى المستشفيات. نعم. حصة مستشفى المقاصد كان حوالي 40-45 مليون شيكل، والمطلع كمان حوالي 30-35 مليون شيكل، والباقي للمستشفيات الصغيرة. المستشفى المقاصد يختلف عن المستشفيات الأخرى، لأنه المستشفيات الأخرى هي تابعة للتبشيرية وتابعة للكنائس المختلفة. يعني نأخذ على سبيل المثال أغوستا فيكتوريا هو تابع للكنيسة اللوثرية، وهنا من إجا كان نستلم المعونة بشهر واحد عن السنة السابقة. ففي 2017 قبل ما يتولى الرئيس الحالي لأمريكا ترامب الرئاسي، تم تحويل عن 2016 كان لسه بعد قبل 2021 اللي من صارت التولي الرئيس الجديد، تم تحويل عن 2016.
2017 قرروا انه يوقفوا المعونات كلها عن 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 الحكومه الفلسطينيه. طبعا وقفت. هلا بسبب الضغط في اللوبي اللوثري في الكونغرس الامريكي اعادوا للمستشفيات ال 25 مليون دولار، وقالوا بس بدها توقيع الرئيس ترامب عن 2017. بنحكي عن 2017. هلا قبل اسبوعين الرئيس ترامب وقف هاي المعونه. هاي المعونه ستؤثر سلبيا على المستشفيات، خصوصا المقاصد والمطلع. وهذا اللي بدنا نفهمه. المطلع يعتني بمرض السرطان للمعالجين السرطانيين، وهذه مكلفه جدا جدا، وهو من اكثر المستشفيات المستوعب في حالات الحرب والطوارئ. ايضا هو بالنسبه للمقاصد هو اكبر مستشفى تحويلي، كان يقدم في الحالات السياسية العنف وكذا، أوكي، كان يقدم العلاجات مجانا في 2014. جانا من فوق 300 جريح من أثر الاعتداء الإسرائيلي على غزة، كان مجانا، ولا نسأل الحكومة ولا تدفع، هذا مجانا، لأنه هو مستشفى المقاصد الخيرية. صحيح. هلا احنا نقبل اي مريض بيجي بغض النظر معاه تحويل او غير تحويلي، نقدم له العلاج ونقدم له الادويه بدون اي، حتى لو ما كانش معه فلوس. احنا عندنا دائره شؤون اجتماعيه قويه، نجمع التبرعات من عده مؤسسات لتغطيه هذه الحالات. هلا المقاصد بالضبط ما عندوش اي مصدر خارجي، اوكي، بالنسبه لتغطيه التغطية الميزانية الجارية، وهون بيجي التأثير السلبي على المقاصد. يعني احنا كنا متوقعين ال 45 مليون شيكل ستغطي مصاريف للشركات، خصوصا شركات الأدوية، تغطي بعض تغطي التقاعد في صندوق التقاعد الإلزامي، لأنه هذو موظفين في القدس لإسرائيل، تغطي التأمين الوطني. هاي الفلوس كانت يعني موجهه لهذا الجزء من ميزانيه المستشفى. فهون احنا في مأزق كبير. المستودعات الطبيه اللي عندنا مشان الادويه تقريبا يعني بديش انا ابالغ، هي فاضيه، لانه بدك كاش. الدين اللي موجود على المستشفى من قبل المؤسسات الداعمه بالنسبه للادويه، شركات الادويه، يعني يزيد عن 40 مليون شيكل. طب استاذ سهيل، هاي حضرتك يعني عم تحكي هاي التفاصيل المؤلمة جدا، وبدنا نوضح أكثر للمشاهدين على المستوى الطبي والصحي. حضرتك عم تذكر موضوع مستودعات الأدوية، وبعد شوي رح نسألك قديش إحنا أمام يمكن وضع كارثي. صحيح. صحيا. نعم. في القدس وفي فلسطين، ولكن وين أيضا بيكون في ضرر على المتعالج؟ يعني هل عم نحكي عمليات جراحية، غرف العمليات، ويذكر تحديدا في مستشفى المقاصد في أقسام اللي مش متواجدة في مستشفيات أخرى، مثلا يعني قسم السرطان وتقديم. صحيح. هذه العلاجات الطبية. يعني عندنا مستشفى المقاصد مثل ما ذكرت سابقا هو من اكبر المستشفيات التحويليه، التحويلات تيجي من جميع المستشفيات في غزه وفي الضفه. هلا احنا يعني هو مستشفى متكامل من حيث الاجهزه في المستشفى المقاصد، حيث انا مسؤول عن تجنيد الاموال. من حيث الاجهزه الطبيه عندنا من احدث الاجهزه الطبيه في العالم، وتضاهي اي مستشفى في العالم. واحنا تم خلال الثلاث سنوات السابقات اعطائنا شهادة اسمها JCI، اللي هي جوينت انترناشونال، يعني من حيث يعني من حيث جودة العمل وتقديم الخدمة اللي بنقدمها للمستشفيات، تضاهي اي مستشفى في العالم. هاي المؤسسة هي مؤسسة امريكية بتعمل تقييم للمؤسسات. نعم. من هاي الناحية. نعم. هلا حاليا انا بقول لك ما في اي إيقاف لأي علاجات. أنا بحكي خلال شهر يمكن يتم إيقافها، إلا لأنه الحكومة الفلسطينية أعلنت أنه بده يدعمه، بس ما هم ودين يدعموا مين؟ ما هم أصلاً الدفسيت هذه، يعني النقص في الميزانية تقريبا هو من وزارة الصحة. أخذوا قرار قبل 3-4 أيام بده ندعم بالعشرين مليون شيك، ما هم العشرين مليون دولار، هل العشرين مليون دولار هني أصلاً هم دين على الحكومة، والحكومة ما حاش مصاري. فهون راح يعني حالياً خلال هالشهر هذا ما راح يصير شيء، كل العمليات ماشي، ما زلنا نستقبل مرضى من غزة. نعم. من الضفة، وكل شيء على مرضى. لكن الخطورة موجودة. أنا بكمل عفاف هنا في هالمسألة، يعني مدير مستشفى المقاصد الخيري سيد وليد بسام أبو لبدي يعني قال إنه هذا راح يأثر سلبا جدا، وراح يأثر على 5 ملايين فلسطيني، هذا بالحرف قالها، وهذا ممكن إنه يشكل كارثة إنسانية حتى وتفاقم الوضع
وسوء الوضع أكثر وأكثر. هل فعلا بهذه الصورة عفوا من سيد أبو لبدي وكيف ممكن نتصداها؟ يعني إحنا مش عم نحكي على ظاهرة إحنا عايشينها في المستشفى ومش عم نبالغ. هاي حقيقة إنه نعم. إنه راح يتضرر 5 مليون فلسطيني اللي هني بتحولوا إلنا لكل المستشفيات القدس من الضفة ومن القطاع من القدس. فبالتالي يعني خلال شهر ونص يمكن مستودعاتنا ستنتهي إذا ما صار أي حل. فحل يعني حل واضح ومنقذ للموقف أنا موافق. أنا كنت لمن أعلنوا هذا البيان إنه حقيقة ستؤثر. إحنا مش عم نبالغ. أنا بقول لك إحنا في مأزق كبير صحيا لأنه هو المستشفى اللي يعالج جميع المرضى. صحيح. يعني بكل المجالات عندنا 9 مجالات من أحسن المجالات في على مستوى عالمي. أنا بحكي عندنا بروفيسورية فلسطينيين أجانب بداوموا عندنا لجراحة الدماغ، لجراحة قلب الأطفال، لجراحة الكبار. عندنا أطباء من الناصرة كمان يعني مسؤولين. صحيح. مسؤولين أقسام. الخدمة خدمة ممتازة وجيدة صحيا. هلا العمليات الجراحية هاي طبعا بدها تكلف، بدها أدوية، بدها معدات، بدها مستلزمات طبية. المعدات الكبيرة طبعا احنا أمناها، الامر اي السي تي سكان كل هاي الأشياء والألترا ساوندز. بس من حيث المستلزمات اللي بدك اياها اللي بتستعمل لمرة واحدة للمريض، وعندك تقريبا 75,000 مريض بيجوا على المستشفى، فبدك دائما بدك هاي على مستوى شاش وإبري وأدوية كل هذا سيحدث نقص. المهم البسيطة لأنه الشركات صارت معلنة بلا ما تدفعوا لنا يعني جزء من الدين اللي عليكم في السابق مش راح نقدر. وهذا الخوف. فاحنا توجهنا لعده مؤسسات، وتهنا لاهلنا في 48 انه يعني جمع تبرعات خصوصا لشراء ادويه، لان احنا في حاجه الى ادويه. نصرف احنا في مستشفى المقاصد حوالي 1.5 مليون شيكل شهريا لادويه. المطلع بصرف حوالي 2 مليون لانه ادويه علاجات السرطان اغلى بكثير. طبعا مسكنات عم تحكي على يعني سيتم ايقاف يمكن استقبال مرضى اللي يحتاجوا الى علاجات مكلفه. بس مثل ما قلت انا بالاول اول مده حديثي، احنا لا اذا المريض تم تحويله لنا بنقدم له الخدمه حسب القدره والاستطاعه الماليه. بده يزيد العجز مجانا، حتى بده يزيد العجز بالتالي يزيد على العجز. واذا زدت العجز وهون الخطوره انك انت بطل عندك اداره سليمه. طبعا واحنا مسجلين في وزاره الصحه الاسرائيليه ايضا وايضا بالنسبه لوزاره الصحه الفلسطينيه، بقول لك انت ما عندكش اداره سليمه. ما عندكش اداره سليمه بيجي المسجل للجمعيات بقول لك انت مش عارف تدير المستشفى، اغلق ابوابك. يعني هذا ممكن يعني شيء خطير جدا جدا. فاحنا نتوجه لكل الناس الخيرين طيب انه بالتبرع خصوصا لشراء ادويه ما بدنا يعني شو اسمه. نعم نعم. إضافة إلى هاي حملات التبرع اللي إحنا كثير منشد على أيديكم أستاذ سهيل، ومتأكدين وواثقين أنه أبناء مجتمعنا خيرين أينما كانوا، أيضا ذكر على لسان مسؤولين بأنه ربما هنالك خطة عم توضع لحتى يكون في تواصل مع الدول العربية والإسلامية وأيضا الدول الأوروبية لمحاولة سد هذا العجز أو تمويل جزء من احتياجاتكم. هل هنالك رؤية مستقبلية لهذا البرنامج؟ هل صار في تجاوب مع بعض الجهات؟ من حيث تطوير المستشفيات، الصناديق العربية، الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت بدعمنا مشاريع تطويرية. البنك التنمية الإسلامي في جدة يدعم، بنحكي ملايين أجهزة يعني. قبل حوالي سنتين أخذنا حوالي 5 مليون دولار مشان يعني حدثنا كل الأجهزة الطبية. أوكي. هلأ احنا هلا الاستاذ وليد نمور اللي هو سكرتير عام شبكه المستشفيات في القدس وموجود في دبي، يعني يشرح للناس يوضح ما هي اهميه وضروره انه دعم هذه المستشفيات. احنا بنحكي على كاش ماني سيولي مشان ادويه. انت لا تستطيع انك تستورد ادويه من برا لانه حسب قانون اسرائيل لازم حتى ما تقدرش تستورد ادويه من الضفه. يعني خصوصا اذا الشركات الادويه الفلسطينيه ممنوع تفوت ادويه على 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 اسرائيل. كل الادويه اما اوروبيه او شيء مرخصه اسرائيليا، فانت بدك تشتري من السوق الاسرائيلي الادويه. فبالتالي يعني في حاجه الى سيوله للبقاء. يعني أيديكم مكبلة والإمكانيات محدودة. مضبوط. بس بلا شك يعني عم بيصلنا أموال دعم
لا مثل ما قلت أجهزة وتطوير، يعني عندنا حوالي 10 مشاريع تطويرية احنا حوالي 7 مليون دولار. احنا بدنا الأبسط من هيك وأهم من هيك مشان نعم. عملية نعم. البقاء والوجود في الأرث كمؤسسة، هي المقاصد والمطلع هم أكبر مؤسسين، حتى خصوصا المقاصد المؤسسة الوحيدة التي بقيت في 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 الأرث الشرقيه بعد اقفال البيت الشرق ومؤسسات اخرى ولجنه التجار، كلهم هذول سكروهم مكاتبهم، ما عاد المقاصد. احنا عندنا حوالي 1000 موظف، بين موظف وطبيب وممرضه في المستشفى. ماذا يعني ذلك؟ احنا عندنا بدناش نقول 1000 عائله، يمكن حوالي 600 عائله هي تعيش من المستشفى، وهي الناس كلها بتيجي من الضفه وبتيجي من 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 الضفه، قليل ما بيجي من غزه، بس من الخليل، من منطقه رام الله. هاي الناس كمان يعني هاي انت بتعيش عائلات طبعا. اذا سكروا هذا، اقفل هذا المستشفى يعني، وبالاخر بدنا اذا ما حداش بده يدعمك، والمنح اللي وقفت امريكا مع انه الضغط الوثري لسه موجود عنا. احنا شيء ثاني انه هو الاوروبيين كمان بيمنحونا حوالي 20 مليون دولار سنويا، هذه بعدها لسه مفتوحه، ان وعدونا كانوا لازم يوزعوها للمستشفيات في شهر 8، لحد اسا لم تصل. هاي يمكن تعطي يعني نفس صغير، نفس نعم. ايجابي صغير جدا. استاذ سهيل، كيف ممكن ندعي انا وعفاف المشاهدين، كيف ممكن يتواصلوا معكم لاهل الخير اللي حابين انه يساهموا بمد المستشفيات في الضفه وخصوصا المقاصد بمد في الادويه او باسعار الادويه ان صح التعبير؟ بريد معين الكتروني ام رقم هاتف؟ احنا على الويب سايت المقاصد.org www.المقاصد.org، ويفوتوا على كونتاكت. بفوتوا على كونتاكت، بعدين في تلفون 02 اللي هو حوالة 6270202. كم مرة؟ 6270202. هذا مستشفى اللي يستقبل إن شاء الله بيستجيبوا ناس كثر، وبتم هذا التشبيك والترابط لننقذ هذا الموقف، لتسكير هذه الدائرة أخيراً على مستوى تصعيدي مع أمريكا، مع ولاية ترامب الحالية. هل من فسحة أمل معينة اللي ممكن تصعيد هذا الموقف، أو بوساطة معينة، أو ما بعرف؟ أنا بقول لك، إحنا قيل لنا إسرائيلياً، أنتوا شو بتشغلوا رأسكم مع وزارة الصحة الفلسطينية؟ أنتوا موجودين بالقدس، إحنا بنأخذ التحويلات تبعت السلطة بنعملها من المقاصة. يعني هن مساعدين يعطوك من المقاصة، بس احنا بنعتبر حالنا مستشفى فلسطيني طبعاً. في القدس العربية اللي هي تحت الاحتلال، واحنا تابعين لوزارة الصحة الإسرائيلية. شوف الاقتراح اللي أعطوه فانت بتقول لك اذا كانك في القدس انت جزء، احنا مساعدين ناخذ من المقاصة منهم يعني، وخذ وبتضلك بتقيم الدفس تبعتك. بس احنا نعتبر حالنا مستشفى وطني موجود في القدس، في القدس اللي في مستقبلا عاصمة الدولة الفلسطينية طبعا. واحنا متابعين لوزارة الصحة الفلسطينية، فبالتالي يعني احنا رفضنا هذا الشيء، كل المستشفيات رفضت هذا الشيء، لانه الأمم المتحدة تقول لك هاي، بغض النظر ايش ترامب يقول لك دولة واحدة ومدينة واحدة موحدة نعم. الأمم المتحدة لم يصدر قرار انه هذه القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من 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 القدس الغربية مثلا. اولا بدي اشكر المساواة مش هيك؟ الله يخليك، شكرا كثير على اعطائنا الفرصة لتوضيح بعض الامور. واتوجه لاهلنا في فلسطين ال 48، حقيقة مستشفى هو مستشفاكم، يعني احنا كمان نستقبل مرضى من ال 48 طبعاً. عندنا بروفيسور سامي حسين للدماغ، عندنا كثير حالات، عندنا بروفيسور نزار حجي اللي هو لقلب الاطفال من عمر يوم، عندنا للباطني، يعني عندنا الدكتور بسام اللي هو مدير المستشفى كمان مدير قسم الاطفال. الف تحيه لجميع الاطباء يا رب، ان شاء الله يعني الطاقه الايجابيه تنمد فيهن ويضلوا معطائيين كيف ما معودين عليهن بكل تاكيد. استاذنا الكريم، نشكر حضورك معنا في هذا النهار، وكلمة أخيرة سريعا. كمان مرة بقول بتوجه لأبناء شعبنا، ونشكرهم مقدما وسلفا
على التبرع ودعم مستشفى المقاصد، لأنه هذا هو المؤسسي الفلسطيني الوطني ما تبقى لنا في القدس، والباقي يعني مستشفيات تبشيرية مفهوم. يتم دعمها من الغرب بسهولة. شكرا كثير كثير، شكرا لك. الله الجميع بيقدر يساهم، وبتوقع بس وكمان نتوجه للجنة المتابعة في هذا السياق طبعاً. ما بأسره وعلى رأس القائمة السيد محمد بركي تحت طبعاً. الهوى رح نتحدث أكثر. شكرا لحضورك معنا الخبير في تجنيد الأموال ومتابعة المشاريع في مستشفى المقاصد السيد سهيل معاري، يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير لكم. شكرا لك.